الاحتلال علينا نرفضه. مو اليوم ومبارح صار الاحتلال علينا، كذا سنين صار علينا وطهضونا وجينا لهون وهون زي اللي حقونا، يعني ما خلوا مكان، ما مدوا ايدن وخربوه. هلا اليوم كان شبتي عينك جيتي علي انا عم بوزع خبز، عم يبكوا العالم بكى كرمان بس يحصلون لقمه اولادن. الاحتلال التركي هو امتداد للاحتلال العثماني عام 1516، جاءوا الى المنطقه. الان هذا الغزو القائم على اراضي الشمال السوري حتى يمتدوا الى الداخل السوري داخلا ثم داخلا، ليقضوا على العلمانيه والاقليات الوطنيه. غايتهم فقط التعامل مع اللا إنسانية وضرب الحرية وحقوق الإنسان من جذورها. أخذوا إدلب، ومن إدلب ثم عفرين، ومن عفرين رأس العين، ولا زال حتى هذا اليوم انه يحاول انه يقسم الاراضي السوريه وياخذها ويعني يملها لنفسه. وبعث علينا باسم الجيش الحر، هو التركي طبعا سماه الجيش الحر، وبعث علينا باسم الجيش الحر السوري، ويريد انه يعني انه على اساس انه منطقه امنه، وهذا تضليل على هجماته. يعني ونحن أنسات عم ندرس أرمني، ونحن ما نقبل أي احتلال تركي يدخل على بلدنا وضد الحروب. نحن لا، ما لحق تاخذ أراضينا أبدا، تركيا ما لحق أبدا. بالنسبة للهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، نحن ندين ونستنكر هالهجمات هاي. نحن أكثر من مكونات اللي ضررنا من قبل السلطة العثمانية، وكانت إبادتنا على يد الدولة العثمانية عام 1915، ومن هداك التاريخ ولهلا كمان لسه على الإبادات مستمرة بحق الشعوب المنطقة. تركيا عدوان سافر، يعني تركيا هي أكلت خيراتنا واضطهدت شعوبنا، يعني ضرت بلادنا بشكل عام، ضرتهم. يعني تركيا ما عملت شيء منيح وما لها أي حق عنا، وهي من أيام الأجداد كمان اضطهدت أجدادنا ودبحت أجدادنا أيام العثمانيين.